السلام عليكم اخ خالد. انا مسكينه ديال جنان الزيتون مده ديال 4 سنوات، وندمت على شريت هنا بجنان الزيتون، وكنحمل اللومه الاولى لصاحب المشروع اللي كذب علينا نهار بغينا نشريو، ورانا المرافق وراونا بزاف الامور اللي هي صالح الوليدات ديالنا، ولكن مع الاسف الشديد ملي سكننا حتى حاجه ما كاينه، حتى شي مرفق ما كاين، لا مدارس لا مستوصف، لا لا مع كامل الاحترامات للناس ديال الدرك اللي دايرين الخدمه ديالهم فقط، هما اللي كيبان لنا خارجين باللي كيدوروا هنايا في جنان الزيتون، لولا هما لكانت الامور غتكون لا تحمد عقباها. مثال ديال اليوم منين تقطع الضوء مده ديال 24 ساعه، كنت شوف الحاله كيفاش كانت هنايا ما بين الازقه ديال الاقامه ديال جنان الزيتون، كاينه خطوره، كاين ناس اجانب على اقامه جنان الزيتون كيجيو لهنايا وكيمارسوا شي امور اللي هي ما كتقبلش. بطبيعه الحال بزاف الناس ندموا، لان هذه المساله ما قالوهاش لينا النهار الاول اللي شرينا، كون عرفنا بان كاين هاد المشكل ديال هاد الرائحه الخبيثه. ما يعني انا وليت كان يعني صراحه ما كنبغيش نجيب شي ناس عندي يباتوا عندي هنا مخافه باش ما نتسببش لهم في الاحراج.